بهذا الشكل هكا. وهذاك اللي قمت بها محمد برياس كان فقط جزء من الواجب اللي تعلمناه من الاساتذه ديالهم حاضرين معنا هنا. كنا كنطبقوا داكشي اللي قريناه عليهم لا اكثر. شكرا استاذ محمد الايمن لان فعلا هو دائما متواجد دائما حاضر في الانشطه كامله ودائما حاضر مع وليداته. هنا من خلال الايه نوجه تحيه لاخوان جمعيه بيت مبدع العلاش. انا دائما يشجعوا طاقات الشباب المبدع. والقضية أنا لاحظت يعني كاين واحد الغياب ديال الشباب بخلاف في الافتتاح الأول لسنة كيف ما قال الأستاذ سنة 2013 كانت القاعة يعني عمرة بالشباب كانوا إذا تعقل السي شرقي لأني فرقة ليسبريديس تابعة لدار الشباب الرشيدي آنذاك كانت مجموعة ديال القطارة كان مجموعة ديال الشباب وكنت فرحانة بزاف لأن في الحقيقة كانت الأبواب مفتوحة وكان واحد الحماس وواحد النشاط. فأنا من هذا المنبر كنطلبكم أنكم تشجعوا الشباب يدخلوا بجميع أنواع الأنشطة سواء موسيقى سواء فن تشكيلي سواء رسم. والأستاذ كاين متواجد معنا أستاذ حكيم أنه أستاذ تحية